اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. وداعا للكرش، إليك أهم النصائح للتخلص من الكرش. بين المقولة الشعبية الرجال بلا كرش ما بيسوى قرش، وبين الرياضيين أصحاب عضلات المعدة المقسمة، تختلف الأهواء والتفضيلات. الأمر بالنسبة للنساء مرفوض بالمطلق، ولكن فيما يتعلق بالرجال تجد الميول المتفاوتة حتى من وجهة نظر الأنثى. نجد الذوق المختلف بين التي تفضل العضلات المرسومة والبطن المشدودة وبين التي تعشق كرش شريكها. كله لا بأس فيه إلا حين يدق ناقوس الخطر ويبالغ في الموضوع، ليصبح هذا الكرش حملا ثقيلا على كاهل حامله أو حاملته، وتبدأ الأمراض المتعلقة به وخاصة آلام المعدة وحرقتها بالظهور. فكيف لنا أن نحمي أنفسنا من هذا؟ وكيف لنا أن نتخلص من الكرش الكبير؟ خطوات بسيطة ولكنها فعالة، ما عليك سوى اتباعها لتكون راضيا عن نفسك وتكون حياتك صحية بدون كرش. الخطوة الأولى، خصص وقتا في يومك من أجل ممارسة التمارين الرياضية، وبخاصة تمارين المعدة والقفز بالحبل. مارس المشي اليومي ولمدة لا تقل عن نصف ساعة، وحاول أن تستخدم قدميك لتنفيذ مهامك اليومية بدلا من وسائل المواصلات المختلفة. الخطوة الثانية، كن أثناء تناولك للطعام متفرغا بشكل كامل، لا تشاهد التلفاز مثلا حتى لا تنسى نفسك وتتناول كمية أكبر من حاجتك. الخطوة الثالثة، احذر من اتباع الحميات دون ممارسة الرياضة، وإلا عرضت نفسك لخطر ضمور العضلات. أرفق الحميات بالتمارين الدائمة والبسيطة وستخسر الوزن وتكسب العضلات. الخطوة الرابعة، ركز على تناول الطعام المغلي أو المشوي، وابتعد عن الأطعمة المقلية لما تحتويه من كمية عالية من الدهون. الخطوة الخامسة، تجنب تناول المكسرات والشوكولاتة وشرب المياه الغازية. لا تقم بإهمال وجبة غذاء رئيسية خلال اليوم من الوجبات الثلاثة، ركز على فطورك واجعل عشاءك خفيفا. الخطوة السابعة، أكثر من تناول الخضروات الطازجة كالبقدونس والفجل والخيار والخس، فهي تحتوي على الألياف المفيدة للهضم وتمنحك إحساسا بالشبع. الخطوة الثامنة، تجنب تناول الكثير من العنب أو التين أو الفواكه الأخرى ذات السعرات الحرارية المرتفعة، وأكثر من البطيخ والتفاح. الخطوة التاسعة، ليكن طعامك محتوى على اللحوم الخالية من الدهون كلحوم الدجاج والسمك، وتجنب لحوم الأبقار والأغنام. الخطوة العاشرة، حاول الابتعاد عن الحلويات والكعك والفطائر، واجعل تغذيتك على السكريات المعقدة الموجودة في الأرز والحبوب الكاملة والمعكرونة. الخطوة الحادية عشر، اشرب الكميات اللازمة من المياه طوال اليوم، وافتتح يومك بكأسين من الماء مع عصير الليمون قبل تناولك لأي طعام. سيحرق هذا الدهون المتراكمة في جسدك ويكسبك الليونة والصحة. الخطوة الثانية عشر، ادخل في تحديات شخصية أو بينك وبين أصدقائك الذين يعانون من نفس المشكلة، سيساعدك التنافس على الالتزام بهذه الشروط. كانت هذه نصائحنا الصحية للتخلص من الكرش، قدمناها لكم من قناة الساحر. اكتبوا لنا في التعليقات، هل تعانون من مشكلة الكرش؟ وما هي الخطوات التي تتبعونها للتخلص منه؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.